نهار السبت بلشنا موضوع أنا وناتالي عن السكر، حكينا عن أنواع مختلفة عن السكر، وللأسف ما خلص الموضوع فحبينا أنه نكمله اليوم. بوجو ناتالي. صباح الخير. جايبة قصص طيبة اليوم. على الحلو طيب هو. هو دايما الأشياء الحلوة منحبها. مظبوط. ونحن معودين من نحن وصغار أنه طعمة الحلو نرغبها أكثر من غير أكيد أكثر من طعمة المر إلى آخره. هلا نحن بنعرف قد ايه مهم لصحتنا، ان كان للبدانه، لمشاكل الكبد، لكثير مشاكل صحيه، انه نخفف من استهلاك السكر. نعم. والناس كثير اوقات بتفكر انه سكر، ما انا ما باكل سكر، ما بزيد سكر ولا على القهوه ولا على الشاي ولا على الحليب، بس دونك انا ما باكل كميه سكر عاليه. بس تنعرف قديش الريكومنديشنز او الارشادات اللي لازم نطبقها كرمال تنضلنا نكون نحن بعدنا عم نستهلك كميه سكر قليله. المنظمة العالمية عطت إرشاداتها وقالت إنه ما لازم تتعدى كمية السكر اللي نحن بنستهلكها خلال النهار تقريبا 5% من السعرات الحرارية اللي نحن لازم ناخذها خلال النهار، يعني بتوازي تقريبا حوالي 6 ملاعق من السكر. 6 ملاعق صغار. صغار. الجمعية الأمريكية للقلب الأمريكان هارت أسوسيشن، يمكن لأنه الأمريكان بيستهلكوا كمية سكر أكثر، الريكومنديشن أعلى، يعني عند السيدات 6 ملاعق، عند الرجال 9. أنا بعتقد هيدي أدابتي أكثر للأشخاص اللي ساكنين أو للأمريكان. نحن استهلاكنا بالسكر بلبنان أقل من هالمعدل هيدا. أوكي. بس تل منضلنا خاصة الأولاد، وأنا هون بيهمني شدد على استهلاك السكر عند الأولاد. نعم. هلأ خاصة في هالوين في كتير بومبون إلى آخره، أنه ننتبه قدي الأولاد عم ياخدوا كمية سكر خلال النهار، لأنه الكمية السكر أقل بكتير من عند الكبار، يعني اللي هي بين 3 إلى 6 ملاعق بتكون عند الأولاد. دونك معدل هالثلاثة إلى ست ملاعق صغار من السكر يوميا أكيد حسب العمر، هي كمية ما لازم نتعديها. يعني معدل المقبول أقل، ولكن ما بفتكر الاولاد بيتناولوا اكثر، يعني اكثر من هيك 100% اكثر منا. صح، خاصه انه هن اكثر شريحه من العمر. نعم. بتاخذ كميه سكر جاي مضاف من البسكوي مضاف، لانه هو هيدا اللي بيأذي. نعم. بدي بلش اول شيء بالمشروبات. المشروبات كثير من الاوقات في بعض الاشخاص خاصه المراهقين بيتناولوا كميه سكر كثير مهمه من المشروبات. نعم. عم بحكي انا هون عن المشروبات الغازيه، عن المشروبات المحليه، عن كمان السويتند كوفي اللي هلا دارج، او الشوكولا. كمية السكر الموجودة تقريبا، أنا رحت هون معدل. نعم. بالمشروبات الغازية، بالمشروبات التنكي تحتوي على كمية سكر هالقد. دونك نحن كل ما بناخذ تنكي، عم تتصوري عم ناكلهم هولي؟ هولي مع نص كوباية مي، هي هي التنكي. صح، هي افكتيفمون تنكي من المشروبات الغازية بتحتوي هالكمية من السكر. دونك دائما بس نفكر بس نتناول هالكمية من السوائل لازم نعرف قد ايه عم ناخذ كمية سكر. هالكمية السكر هي أكثر من ما نحن بحاجة يوميا. أوف. ونحن إذا أخذنا تنكي من المشروبات الغازية اللي فيها سكر، أو غير أنواع من المشروبات، لأنه في أوقات تايتلز أو أشياء مكتوبة بيقولوا هيلثي، وإنه هيدا كثير أهل بيشجعوا أولادهم يشربوا آيس تي ومش. صح. غازية. أنا ما قلت أنه أحسن. صح. صح. بس هو حتى لو كان في كلمة شاي، أكيد نعرف قديش شاي مهم ومفيد. نعم. بس فيها نفس كمية السكر، سو بليز انتبهوا على كمية السكر اللي عم تاخدوها بالسوائل. هلأ بنتقل لمأكل، وهالكمية هاي بعد شغلي موجودة إذا بدي أنا أقارن كمية الكربوهيدرات. نعم. هي تقريبا بتوازي كمية الكربوهيدرات الموجودة بموزة، بردقاني، ورماني كاملة. دونك هيدي هي تقريبا كمية السكر اللي موجودة بتنكي. دونك أنا بفضل أكيد استفيد من هالفواكه اللي فيها فيتامينات، اللي فيها تأثيرها صحي، ألياف اللي هي تأثيرها بالعكس أكيد إيجابي على صحتي، من أنه أخذهم بتنكة مشروبات غازية. 100%. بنتقل هلأ لا كنت عم بحكي عن المأكولات اللي أكثر شيء بيتناولوها الصغار، خاصة وقت بيروحوا على المدرسة، بيسكوي، سناكس أشياء سريعة. هلأ أنا جبت 3 أنواع من السناكس. هون اللي لازم ننتبه له هو على المسجز اللي مكتوب عليهم. أوقات بنشوف أنه هيدا المساج مكتوب عليه بلو
بلوبيري سوبر فود هيلثي يعني هيلثي هيك بنحس أوكي. بين هالنوع من السناك اللي هو بيسكوي مع سيريالز وبار مزبوط ونوع تاني اللي بيحتوي على مكتوب عليه كوكيز ان كريم اوكي يا هل ترى هن بيحتوا على مين اي منهم فيه سكر اكثر رح يزيح السكر يعني من الباكجينج بتفكري اللي حاطين لك انه دخلوا فويكه مثلا صح فيه اقل سكر فيه اقل سكر هو افكتيفمون فيه نفس كميه السكر نفس كميه السكر نفس كميه السكر دونك ما لازم ننتبه نطلع على نفسه مش ضرر منه ضرر نحن لازم ننتبه مش يعني ما لازم ناكلهم بس لازم نعرف قد ايه سكر البار ولا هو الاثنين كل وحده منهم فيها حوالي الملعقتين من السكر يعني فوالا هي هي الكميه الوحده دونك مش غلط ناخذهم انا ما عم بقول ما لازم ناخذهم بس اوقات اشياء يمكن منخاف منها اكثر اللي هي ثالث علبه موجوده هون اللي منفكر انه فيها كميه سكر اكثر لانه اتس سويت فيها كريمات يمكن فيها كراميل وفيها شوكولا تحتوي على ملعقة من السكر وهو الاثنين اللي منفكر يمكن انه هيلثير مكتوب عليهم بروتين نفس الكمية لانه كمان الشباب بهمهم انه ياخذوا كمية بروتينات كيف صح. زيادة سو بهن بهالطريقة هاي هن عم ياخذوا كمية سكر اكثر دوبل الكمية بدل ما ياخذوا ملعقة واحدة عم ياخذوا ملعقتين وعم ياخذوا سعرات حرارية كمان دونك انا ما عم بقول ما ناكلهم بس ننتبه على الكمية اللي عم ناخذها خلال النهار خاصة انه استهلاك السكر هو عادي بنصير ادكت بنصير مدمنين على طعمه الحلو كل ما اكلنا كل ما طلبنا على سكر زياده خاصه وقت اللي نبلش ناخذ سكر قد ايه مهم يعني نقرا الباكج ناتالي هيدا الطريقه الوحيده يمكن تنعرف شو عم ناكل هلا كنت بدي اجيب معي لوب لانه عاده الخط صغير صح الخط كثير صغير ما عليه حتى اذا على السوبر ناخذ معنا لوب انه هيدي بالنهايه هون اللي لازم نطلع شو هو اول مكون موجود بهالمنتج الغذائي اللي عم ناخده اذا بتطلعي اول مكون هو السكر سو ننتبه ما نمنع حالنا بس نعرف الكميه اللي نحن عم ناخذها ثانكس ناتالي رح ناخذ بريك سريع ومكفيه من بعدها